عاطفيا حاليا مرتبط انت؟ لا. ليش لا؟ ليش مو هي؟ يعني نزار انا هسه خلينا نكون واقعيين، انا الوحيد الفنانين احكي عن عمري، انا عمري 50 سنه. بعد الشهر انا افكر بالارتباط، انا اذا افكر بالارتباط افكر بارتباط زواج. يفكر بارتباط زواج؟ ما بين. ما بين. لا. يا بني مبين. بعدك شباب. يا بعدك شباب. يعني افكر بارتباط زواج. يعني مو قصدي انه زواج روتيني. أعرف. يعني وغير مثلا تلقى انسان خلي انت خلي الاهل يقول لك. والمشكله نزارك وموضوع جدا مهم، انا بدي اسالك على عمرك، تقوله لو تستحي؟ لا ما اقوله. ما تقول، زين. من توصل 50 راح تعرف ان افكارك كلها تتغير. صحيح. فانا اريد القى انسان. شنو مواصفات؟ الرجل من يوصل 50 سنه شو يطلب مواصفات اولا؟ اهم شيء اهم شيء. ولا عندي ولا اي صفه، ما يهمني تكون حلوه مو حلوه، يعني الاخلاق طبعا اكيد هاي اكيد 100%. يا اخلاقي هي اللي ترجع لي للتربيه وللبيت 100%. اكو صيغه تفاهم بيني وبينها، تفهم واقعي بس تفاهم، بس تفاهم تتبع الثقافه، تفاهم يجمع الاحترام. زين كشكل كشكل مو هي الشكل، الشكل سمرات حبه بيضه ما يهمني، بس اهم شيء ما تكون سمينه مثلي. ما تكون سمينه. زين سمره لو بيضه؟ سمره لو بيضه عادي عادي. اي يسحق اخضر يابس. زين الشعر يا لك بو ميهم ميهم ميهم. لا مستحيل نزار. يعني انا اقول والله انا اقول زواج عتسته والله شلون والله هسه انا اترد للناس مثل ما ردوا عليك يردون عليك، انا اقول زواج. زين 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 شعره اسود لو اسود شعر فاطمه اسود هسه شعر فاطمه اسود اسود خلاص انا ويا فاطمه الله ويا فاطمه اسود. زين العمر قد تكون عمرها؟ العمر طبعا ما تكون صغيره اكيد، يعني 30. ليش اظلمها وياي 30؟ يعني حظلمها وياي. اسالك سؤال، تقبل الست مثلا انا اخذ بني عمره 18 20 سنه؟ لا حتى الله ما يرضاها. يعني اولا ماكو ماكو 30 28 اي تقريبا اوكي 30 سنه، يعني تكون مواليد 93 94. حلو. انا قلت 90 90 89 مثلا مثلا. شوفوا عمر العمر اقرب اسم قبل جتي قديمه بسرعه. اقرب اسم على قلبك؟ اقرب اسم على قلبك من النسوان؟ امي. ايش اسمها؟ امي سناء.